طبعا هذه البوابة لاحظوا ما عمرها تنظفت، يعني أنا لأول مرة أشوف بوابة بهذا الشكل فيها كمية تراكمات. شوفوا لأول مرة أشوف في حياتي بوابة بهذا الشكل، يعني شفنا بوابات متسخة بس مو بهذا الشكل. راح ننظفها إن شاء الله، نسوي لها عملية برمجة عن طريق فصل البطارية بعون الله، وراح برضو راح ننظف الحساس الهواء. راح ننظف الحساس الهواء بمنظف الكترونيات، وجهر التنظيف الآن البوابة عن طريق اللي يسجلكو والبنزين. طبعا هذه البوابة بعد التنظيف نسيت لا أصورها من الخلف لأنه والله وقت الصلاة، فركبتها ورحت صليت ورجعت فتذكرت التصوير. فهذه البوابة بعد التنظيف، الآن بس ركب شر المسامير، ركب القفزان حق الليات، ونسوي البرمجة عن طريق فصل الأصابع ونشغل. طبعا هذا فلتر الهواء الجديد، والفلتر عنده هنا صراحة معدوم بشكل كامل، هذا قديم وهذا الجديد. كده خلصنا من تركيب الفلتر، تنظيف البوابة، تنظيف حساس الهواء، تغيير بواجي، تغيير زيت الجير. الآن نرجع للبرمجة، نفصل السالب مع الموجب، نفصل السالب والموجب، نشبكهم مع بعض ونروح نفتح السويتش لمدة 5 ثواني ونرجعها. عملية تفريغ للشحنات في جميع الكنترولات الموجودة في السيارة بهذا الشكل. الآن الموجب والسالب مع بعضهم من غير البطارية، لاحظ الآن من غير البطارية. ونجي هنا نفتح السويتش لمدة طبعا بالكامل كيف الشغل لمدة 5 ثواني، 1 2 3 4 5.